معانا الأستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة وهيكلمنا على الإشغال السياحي في أسوان. أنا أستاذ مجدي. أهلا يا عمرو بيه، مساءك جميل. نقول مبروك. صحيح، مبروك لمصر. وأنا عايز يعني أوصل لحضرتك ولكل المشاهدين إن أكتر صناعة مستفيدة من تخفيض الجنيه المصري هي صناعة السياحة. التعويم يعني مش تخفيض الجنيه المصري، التعويم. طبعا السياحة مستفيدة. طبعا طبعا مستفيدة لأنها صناعة تصديرية، وطبعا هيستفيد، وتقدر ان احنا بقى نزود ارقام السياحة. احنا عندنا دلوقتي نسبة الاشغال على نيل مصر في الفنادق العائمة تعدت 90%. بسم الله ما شاء الله. عندنا 100 مركب شغالين، هو مفروض موجود التوتال مراكب على النيل هي الفنادق العائمة 300 مركب. في 100 مركب شغالين دلوقتي دائمين، وفي مراكب طبعا محتاجة انها بعد ما وقفت سنين اللي هي بتاعت الكورونا وبعد ما وقفت سنين الثورة، مفروض ان هي محتاجة نظرة من الدولة بحيث انها تقدر انها ترتب نفسها تاني وتعمل الصيانات اللازمة وتعود للنيل، لان احنا نتوقع ان في رأس السنة الجاية مصر هتشاهد اوفر بوكينج ما حدث قبل كده، يعني هنوصل ما يقرب من 11 مليون سايح بتقفيل السنة دي ان شاء الله. طيب يعني دي المراكب العائمة. الفنادق في اسوان اخبارها ايه كمان؟ اشغال جيد ايضا؟ الإشغال في أسوان جيد جدا، ولكن إحنا عايزين التسويق أكتر وعايزين نحسن من التجربة السياحية. وزير السياحة والآثار أحمد بك عيسى بيقول إنها من الأهداف الرئيسية تحسين التجربة السياحية، فأنا أتمنى إن هو ينزل بنفسه كمواطن عادي، لا ينزل بحراسة ولا ينزل كوزير، ويشوف إيه اللي بيحصل. إحنا عندنا معاناة في زيارة إدفو دلوقتي، ودي من الزيارات الهامة جدا. طريق إدفو لازم يتصلح، طريق معبد إدفو لازم يتصلح، ما ينفعش. أنا شفت فيديوهات للطريق مؤلمة جدا، وده يعني معبد من المعابد اللي يعني ما مش هتتكرر. فإن شاء الله يعني الدولة تهتم بهذا الأمر، وهم في حفر بيحفروا حاجات وبيحطوا مواسير يخلصوها إن شاء الله، ويبقى مع يعني متواكب مع ده طفرة أخرى في السياحة في أسوان إن شاء الله. وأنا بقول إن إحنا دلوقتي في طبعا مقترح هام جدا تقدمنا به للسيد رئيس مجلس الوزراء، إن إحنا نعمل فروع للمتحف المصري في العالم كله، زي ما اللوفر عمل فرع في أبو ظبي بأثرنا، إحنا نعمل فروع للمتحف المصري. إحنا عندنا فروع للآثار بتاعتنا في كل حتة في العالم يا فندم. ليست فروع عندنا للمتحف. إحنا عندنا 2 مليون قطعة أثرية في المخازن المتحفية. نتمنى ان احنا نستفيد بيهم، وان رجال الاعمال في الخارج هم اللي هيعملوا هذه المتاحف ويهدوها لمصر. مصر مش هتتكلف جنيه، هتبقى ربح كامل وتعتبر استثمار خارجي، لان في ناس عندها بترول، في ناس عندها حاجات كتير جدا كموارد، احنا عندنا الثقافة والإرث بتاع الجدود اللي هم ملوك مصر القديمة، واللي سابوه لنا بكم هائل من الآثار اللي هي الثقافة اللي لازم نستفيد بيها للعالم كله. أستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات سياحة، بشكرك شكرا جزيلا.